بسم الله الرحمن الرحيم. أواصل مناقشتي لتعليقات الإخوة على التسجيل الذي نشرته بخصوص مبادرة الأخ أحمد بن بيتور. وفي النقطة الثالثة، أتعرض إلى الافتراض. يعني أحد الإخوة يقول، يعني من خلال مناقشتي للموضوع، كأنني أرهن مستقبل الجزائر بوجود الفريق محمد مدين. يعني هل افتراض يعني افتراض تحييد الفريق محمد مدين من السلطة أو بإقالته؟ يعني الافتراض أن الفريق محمد مدين يقتل، يموت، صار له شيء، يتم إقالته بقوة من السلطة، فهل هذا يعني أن الجزائر ستضيع بعدم وجود هذا الرجل؟ الحقيقة أنا أقول بأن الجواب هو نعم. يعني الفريق محمد مدين في هذه المرحلة من الحياة الوطنية يعتبر يعني رقم صعب جدا في المعادلة. الناس اللي ما تعرفش تركيب السلطة في الجزائر يعني لازم يعرفوا هذا الشيء. وبالتالي ففعلا الظروف والأحداث جعلت الجزائر رهينة، نعم رهينة، يعني بتصرفات هذا الشخص، خاصة الآن، لأنه كما قلت يعني هو الرجل الوحيد الآن في الجزائر الذي يملك القدرة الفعلية والقانونية أيضا على تثبيت أو عزل المسؤولين في جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت المؤسسات العسكرية أو المدنية، سواء كان الرئيس أو آخر موظف في البلدية. يعني بتقرير مصادق عليه من طرف المدير العام للمخابرات أو إحدى مصالحه، يمكن أن يجرد أي مسؤول من منصبه مهما كان، يعني وترفع عنه الحصانة، وإذا تعذر تحييده بهذه الطريقة القانونية التي يعني كما قلت هذا الجهاز عنده آليات للتحكم في كل المؤسسات، العدالة، الشرطة، كل شيء. إذا تعذر عليه ذلك يتم اعتقاله، هذا بطريقة تعسفية أو بأي طريقة أخرى، ووضعه تحت طائلة التحقيق، يعني بين قوسين، يعني وضعه تحت طائلة التحقيق إلى أجل غير مسمى. لا أحد يستطيع أن يقول للمخابرات لماذا اعتقلتم فلان، ووضعه في مكان لا يعلمه إلا الله، ليس من حق حتى الرئيس أن يعلم أين فلان موجود. ولذلك فإن وجود ضمانات كما قلت من طرف هذه الشخصية تعني قطع الطريق على كل المجرمين في منظومة السلطة الذين سيحاولون الوقوف في طريق المبادرة. يعني إذا كان هذا الشخصية، هذا المسؤول، أعطى ضمانات حقيقية لصاحب المبادرة، فكل المجرمين لن يستطيعوا أن يقفوا في طريقه، وفي نفس الوقت سيؤمن ظهر كل الناس المستعدين لإنجاح هذه المبادرة. والسلطة الفعلية على الأرض الذي يملكها المدير العام للمخابرات لا يمكن أن يجرده منها أحد، يعني من الناس، أي مسؤول في الجزائر لا يستطيع. رئيس الجمهورية بعزم الاستقالة رجعاله، قالوا تولها بروحك. يعني هذه هي الحقيقة، لأن تجريده معناها هدم المعبد على الجزائر على الجميع، وهذا أيضا ممكن، يعني إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون الخطوة الأولى. يعني كي نقول هدم المعبد للجميع، معناها ممكن يوقع فريق محمد مدين يعني يتم اغتياله من طرف مجموعة من المتآمرين اللي حوله. ولذلك أنا أقول الحالة الوحيدة اللي تضمن، اللي تعطي للضمانات قيمة، ليست كلام الفريق محمد مدين، لا، وإنما هي أن تكون الخطوة الأولى على هذا المسار تأمين الحزام المحيط بالمدير العام للمخابرات نفسه. يعني كي كانت الجزائر في طور الجرائم والمشاكل
المشاكل كان لابد أن يكون الحزام هذا محاط بالمجرمين. لكن إذا كان أردنا أن ندفع الجزائري للتغيير إلى الأحسن فعلينا تأمين هذا الحزام بتطهيره من جميع المجرمين كما قلنا. أولا لنضمن من جهة عدم الانتكاس، لو كان صارت حاجة للمدير العام للمخابرات الذي فرضا أنه هو يريد التغيير حقيقة، إذا غاب هو لسبب من الأسباب على الأقل نوابه على المستوى المؤثر، نوابه الأولين واللي تحتهم واللي تحتهم ثلاثة أربعة مستويات من النواب سيكونون في الحقيقة أنصار للتغيير الجذري للنظام في الجزائر، وبالتالي لا يتم الانتكاس، لا يتم الانتكاس بمجرد ذهاب هذا المدير بسبب وجود المجرمين المحيطين به. ومن جهة أخرى كذلك يتم توسيع دائرة تطهير المؤسسات، يعني مؤسسات دون يتم تطهيرها ما دام نواب والعاملين في هذا الجهاز سيكونون يعني ستكون يكون العمل نتاعهم في اتجاه الإصلاح. أول مراحل أول ثمار هذا هو أن دائرة الإصلاح ستتوسع في مؤسسات الدولة، والمجرمين في الحكومة في الجيش في الشرطة في كل مكان سيتم يعني ولو يعني مرحليا أو بالتدرج يتم تطهير مؤسسات الدولة منهم. وكل ما طهرت مؤسسات الدولة من هؤلاء المجرمين وهؤلاء المفسدين بقدر ما تكون حظوظ مبادرة الأخ أحمد بن بيتون في الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي عندها معنى، يعني يتم التغيير الذي يريد أحمد بن بيتون تحقيقه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يتم تعميقه أكثر فيمتد إلى الجانب الحضاري الشامل سياسيين وأمنيين وعسكريين وثقافيين إلى غير ذلك، حتى يعني تصل الجزائر إلى مرحلة لا عودة إن شاء الله في في في, في اتجاه الإصلاح وفي اتجاه الرقي وفي اتجاه إعادة الاعتبار للوطن وللمواطن وللهوية وغير ذلك. فلذلك المدير العام للمخابرات ليس رقما عاديا في معادلة مستقبل الجزائر. نعم يعني أنا عندما ما لست فقط أقول هذا الكلام كما قلت من أجل الشخص، لا، ولكن لأنني أعرف جيدا الثقل الذي يمثله الشخص نفسه المشكلة. يعني أنت لو كان راح على الشخص وجاء أي مدير عام للمخابرات لن يستطيع أن يتمكن أن يتحكم حتى في جهاز المخابرات نفسه. ولذلك يعني نحن نأمل في هذه المرحلة التي في إمكانية لتوفير مزيد من الدماء مزيد من الانهيار للجزائر، نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل واحد إلى النظر يعني بجدية إلى هذا الموضوع. فالفريق محمد مدين تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة جدا فيما يتعلق بمستقبل الجزائر. وأنا أقولها لا أفشي سرا إذا قلت بأنه الآن فريق محمد يدن في حاجة إلى مبادرة جاهزة وفورية كذلك، ولا أريد أن أتوسع في هذا الكلام، لكن أقول هو بحاجة إلى مبادرة جاهزة وفورية لتجاوز الأزمة القريبة التي توشك الجزائر أن تدخلها. الجزائر ستدخل قريبا في أزمة كبيرة بغياب الرئيس الحالي لسبب أو لآخر، والتفاصيل نتركها للأسابيع القادمة لتؤكد ما أقول. ولذلك أنا كل بتعليقي على مبادرة الأخ بن بيتور أردت أن أستبق هذا الافتراض، وهو افتراض تبني جهاز المخابرات لمبادرة السيد أحمد بن بيتور، لأنها في الحقيقة مبادرة جاهزة وتمثل يعني بديل أساسي للتغيير الجذري للنظام. فاحتمال إما تبنيها واحتمال علاقة المخابرات بها يعني هذا يعني شيء وارد جدا، ولذلك أردت أن أثيره الآن حتى الناس تكون مفتحة عيني على هذا الموضوع ولا يفاجئون بها. يعني مش خدوة كي يتم الإعلان عنها الناس يبدأوا يتخاصموا فيها هل كانت وهل لم تكن، هذه هي الحقيقة وهذا هو الحاصل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقيض الجزائر أمر رشد، يعني لأن فرص إنقاذها يعني رايحة وتتضاءل، إلا أن يعني يبرم الله لها أمرا من عنده. نسأل الله العافية ونسأل الله تبارك وتعالى
أن يهدينا إلى سوى السبيل، والله أعلم. وسأواصل إن شاء الله مناقشة باقي النقاط في المستقبل. السلام عليكم.